في نهايات القرن التاسع عشر ولد نمط غنائي جديد اختلف تماما عن الأنماط الغنائية السائدة في ذلك العصر، إنه الدور. والدور هو عبارة عن مجموعة من الألحان المتسلسلة، وبالتالي لماذا اختلف؟ لأن كل الألحان السائدة وكل أنماط الغناء السائدة قبله لم تكن على هذا الشكل. مثلا إذا أخذنا الموشح، الموشح عبارة عن لحن أول، لحن ثاني، لحن أول مكرر وينتهي، إذن ليس فيه من التسلسل وإنما تناوب بين لحنين. إذا أخذنا مثلا القد في بعض أشكاله نجد أنه عبارة عن لحن واحد يتكرر، وإذا أخذنا القد في أشكاله الأخرى من القدود إذن نجد أنه لحنين يتناوبان. إذن ليس في الأنماط الغنائية السائدة في ذلك العصر ما يشابه هذا النمط الجديد الذي هو عبارة عن مجموعة من الألحان المتسلسلة والواقعة على نفس أو المبنية على نفس المقام الموسيقي. نقطة جديدة في أنه في هذا التسلسل ليس هنا يعني هناك تفاعل بين هذه الألحان. مثلا إذا أخذنا أي لحن ضمن الدور ونظرنا إلى اللحن الذي يسبقه لرأينا أن هناك ليس هناك من تشابه، ليس هناك من تطابق، ليس هناك من اختلاف كامل، وإنما هناك ما يمكن أن نسميه التفاعل، أي أن هناك شيئا ما يربط اللحن بالذي يليه ثم الذي يلي بالذي يليه وهكذا، ولذلك أسميته مجموعة من الألحان المتسلسلة. وهناك نقطة جديدة وهي البناء. مثلا نلاحظ عندما يبدأ غناء الدور أن هناك شيئا بدأ، وعندما ينتهي قبل أن ينتهي نحس أن هذا العمل الغنائي ينتهي، وفي ذروته في منتصفه نلاحظ وجود ذروة لهذا العمل، قمة، نلاحظ وجود لحظة تتفاعل فيها كل الألحان وتصل إلى روعة وقمة الفكرة اللحنية التي اعتمدها الملحن. إذن هناك شيء من البناء لم نعهده أيضا في الأنماط السائدة. ولكن سؤالنا الآن كيف بني هذا الدور، كيف تطور لكي يصل إلى هذه الصيغة النهائية المتطورة، ولماذا انحسر الآن ونحن لا نجد من يغني إلا القلة طبعا من يقدمون هذا الدور إن كان لحنا وإن كان من حيث الأداء؟ هذه الأسئلة سيجيبنا عليها ضيف الحلقة الأستاذ محمود العجان، الذي يعتبر من كبار الباحثين في الموسيقى العربية إن كان في سوريا أو في الوطن العربي. وسؤالنا الأول، ما هي الدوافع، ما هي العوامل التي مهدت لولادة الدور؟ لنعود إلى قبل 3 قرون من يومنا هذا، حيث السافر الموسيقي الكبير شاكر الحلبي إلى مصر وأخذ معه ألحان عظيمة جدا قد تكون هي من العهد الحمداني، تواشيح متعددة المقامات والإيقاعات وأغاني كثيرة أيضا كانت هي أساس لنهضة جيدة عطت ثمار طيب فيما بعد في مصر. لكن بنفس الوقت انه مصر كان عندها اغاني محلية شأن اي امة من الامم، مثلا الاشياء الدينية والاذكار وغناء الملاحين والبنائين وقاطفي القطن مثلا، والاحتفال في فيضان النيل الذي يجري كل عام في اوائل تموز. هذه كانت اغاني محلية شأن كل امة من الامم. كما انه في دوافع تانية، مثلا لما عمل حملته نابليون بونابرت في 20 تموز 1798 وبقي لحد 1811 شباط، هذا شجع دخول الأجانب إلى مصر من إيطاليين ومن يونان ومن أرمن بما آلاتهم الموسيقية، كمان صار شيء من النهضة اللي تبشر بالخير. كما أنه لما نصب والي محمد علي الكبير سنة 1805 نعمل نهضة عمرانية شاملة، ومن الجملة يقال انه من سنة 1825 الى 1835 في خلال مدى 10 سنوات اسس 5 مدارس موسيقية بس للجيش يعني عسكرية، واستحضر اساتذة من الالمان والايطاليين والفرنسيين، كان من تلاميذهم 3 نبغوا منهم استاذ بيومي واشحاتي
له قطعة بسمبولكا لا تزال تعزف إلى يومنا هذا. ومحمد زاكر بيك اللي توفي سنة 1906 له قطعة موسيقية، ولعله أول من ألف مشارف من العرب في القرن التاسع عشر. يعني عطوا ثمرة، كما أنه دعوا موسيقيين كثيرين للقصر، قصر الوالي من الأتراك، وكانت الموسيقى التركية مخدومة اللي هي نفسها عربية أيضا. يعني الأتراك لما احتلوا البلاد هيدي أخذوا معالم حضاراتها، لأنه الأتراك ما كان عندهم حضارات أقوياء في الجيش والحرب، فأخذوا على الأمم اللي احتلوا أراضيها حضاراتها، ومن جملة أخذوا الموسيقى واحتفظوا بها، ورجعنا نحن نأخذ بضاعتنا مرة ثانية من عندهم اللي هي بضاعتنا بالأصل. فهل عوامل وهل دوافع هيدي، كما أنه في كان أديب أيضا أصله من مكة هو محمد إسماعيل شهاب الدين، هذا من مواليد 1803 وتوفي سنة 1857، عمل كتاب حط فيه تواشيح كثيرة، يعني كمان حفظ الأشعار تبع التواشيح، ويقال أنه في تواشيح منها منوطة، أنا شخصيا ما شفت النوطة تبع التواشيح، لكن مع الأسف الشديد هذه التواشيح فقدت مع مرور الزمن لأنها لم تدون مثل ما لازم ولم تحفظ كما يجب، والملحنون صاروا يأخذوا الأشعار ويلحنوها من جديد على الأشعار هي ذاتها. فهالعوامل هذه دفعت الموسيقيين اللي كانوا موجودين بذاك الوقت، وعلى رأسهم كان موسيقي مشهور وعنده موهبة كبيرة وأخلاق عالية هو محمد عبد الرحيم المسلوب، ولقب المسلوب لعنايته في الموسيقى واندفاعه فيها. وكان في هذاك العصر أيضا ماشي نوع من الأغاني يسموه الأهزوزة أو الطقطوقة، وهي قديمة العهد، كانت تؤلف من مقطعين، من لحنين بالأحرى. المقطع الأول اللي بيطلقوا عليه اصطلاحا اللازمة، والمقاطع الثانية أغصان أو أدوار، يعني يغنى القسم الأول اللي هو المذهب، ثم من قبل مجموعة أشخاص أو من مغني واحد إذا كان ما في مجموعة، ثم ترد الأغصان، ينتهي الغصن وغالبا من بيتين من الشعر البسيط، وتعاد اللازمة، غصن ثاني تعاد اللازمة، وهكذا. فمحمد عبد الرحيم المسلوب من هالمنطلق هذا حاول أن يرقي هذه الطقطوقة، ويقال أنه أول شيء عمله وأطلق عليه اسم دور هو يا حلو يا مسليني، والبعض بيقولوا يا رايح فين يا مسليني من مقام البياتي، وهو لحن بسيط مفرح مطرب لا يزال إلى يومنا هذا ينشد ويلاقي الاستحسان والوقع الطيب بنفوس السامعين. ثم ولد عبد الحمولي استفاد من الأعمال اللي قام فيها قبله، ولد سنة 1845، فكمان حفظ الأشياء هذه وكان هو موهوب فأضاف إليها شيء أيضا. أتى بعده بقليل سنة 1855 محمد عثمان. محمد عثمان كان يعني كمان نابغة وعظيم جدا، وكان له أيضا صوت جميل مثل صوت عبد الحمولي. قيل أنه بعض الناس سقوه نوع من الشراب فيه يعني مسموم تقريبا أو مخرب، فانتزع صوته مع الأسف. فكان يعني كمان إلى وجه الضرر ووجه خير بنفس الوقت، لأنه اعتمد على التلحين وصار تلحينه أكثر قوة من قبل، وفكر في ترقية الدور بشكل إسا عملي أكثر وأكثر، فصار كمان يضيف محسنات متعددة للدور وجمل لحنية جديدة، إلى أن انتهى تقريبا إلى ناحية الكمال في أواخر القرن التاسع عشر، وله حوالي 70 دور، لكن الجيدين منهم قلائل، مثلا القمة، يا من توحشني، أصل الغرام نظرة، كدني الهوى، وفعلا من الأدوار المتينة، والمطربة بالطلب المباشر، وفيهم صنعة وفيهم قوة. Thank you.
Thank you.